نحييكم من جديد في آخر جولة ونتابع حلقتنا بإضاءة سريعة على واقع المصارف الإسلامية في الإمارات، ولكن بالأرقام فلنتابع. 7 هو عدد البنوك التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات، 49 بنكا تجاريا في الإمارات، 16% حجم الودائع في المصارف الإسلامية من حجم السوق الكلي في الإمارات، 14-15% حجم الودائع الإسلامية من حجم القطاع المصرفي في الإمارات، 252 مليار دولار حجم التعاملات المصرفية الإسلامية في البلدان العربية والإسلامية، 450 مليار دولار حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم. 1975 هو العام الذي شهدت فيه الإمارات أول تجربة مصرفية إسلامية. 54% من المستهلكين لا يعرفون الفارق بين الخدمات المصرفية الإسلامية والتجارية.